السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الورد على كل اخواتي وحبايبي اللي متابعيني جوه مصر وبره مصر. ما شاء الله يا جماعة، النهاردة بس هعرف الغوال المبتدئين. والله يا جماعة، البلكم والفلارس طبعا دي الأكل اللي احنا عارفينه، واللب دي يعني ايه نقاهة كده، يعني تحط العصافير كل أسبوع مرة كده، حاجة بسيطة وخلاص. طيب برضك عندك الجرجير كويس، الخضار حلو، نص بيضة على طرف معلقة شاي بقسماط، يعني على طرف معلقة الشاي كده سنة بقسماط، وتهرس البيضة بالشوكة نص بيضة كده به، فديت جميلة أوي على فكرة. الحاجات دي كلها حلوة يا جماعة. طبعا هما جوز واحد، لسه معلقش البيضة بس شغالين، مستواهم حلو على فكرة، يعني ايه مستواهم حلو، حجمهم كويس، ريشتهم مظبوطة، هو مش متبهدلين في الريش، مش متبهدلين كصحتهم، مش متبهدلة. الحاجات ديت كلها لازم ناخد بالنا منها طبعا، كهواء عصافير او حمام او دجاج او كده. والله انا مش عارف هما كده باينين اول ليه، بس على قد ما قدرت اظهر لكم، يعني على قد ما اقدر اظهرهم لكم. كده مثلا مش عارف بقى، هما كده واضحين اكيد، كده واضحين يا جماعه، الذكر الاخضر دوت والنتال اللاتيني دي، صحتهم جميله. بس انا طلعت وقلت اعرف الناس ان تحط جرجير، تحط نص بيضه، تحط حته خياره، حته تفاح، الحاجات دي كلها كويسه على فكره ليهم. برضك البنجر ممكن تجيب حتة بنجر كده، البنجر بتاع السكر كلنا عارفينه، في بنجر أحمر كده ممكن تحط لهم منه، الحاجات دي حلوة. ممكن الكرومب، ورق من الكرومب تحط لهم منه، كل الحاجات دي كويسة يا جماعة، بتظبط صحة الطيور، حتى للدجاج برضك، حتى لأي طيور يا جماعة، في الدجاج العصافير تمام معاك. طبعا الحمام دوت لأكل مخصص، ممكن نحط قرطم، ممكن نحط بلكم وفلارس ودنيبة برضو تظبط ريش الحمام، الحاجات دي كويسة على فكرة يا جماعة، بتظبط معاهم. طبعا ما تنساش الكلسامات بتاعتهم والرفع المناعة، الحاجات دي اوعى تستغنى عنها خالص يا غاوي، الرفع المناعة والكلسامات والحاجات دي أبدا اوعى تستغنى عنها. طبعا دوت العلف اهوت، انا حاطط لهم لب والبلكم والفلارس بتوعهم، العصافير الاسترالي بتاكل دنيبة عادي معاهم، ما بتزودش الفلارس او علشان العصافير ما تسمنش وتليس، يعني بالعربي كده هيليسوا مش هيبيضوا، فلازم انت تاخد بالك. الجرجير والبيض والحاجات اللي انا قلتها لك دي كلها، دي بتظبط البيض عندهم، بتعلق البياضة عندهم في اول شهر 9. طبعا لو انت كنت عازلهم او مش مشغلهم في الصيف، بتشغلهم في اول الشتاء، بيبقى دي موسم العصافير اصلا. الدجاج العكس، الدجاج بيشتغل في الصيف، الحمام بيشتغل برضه في موسمه في دخلة الشتاء كده. فلو في استفسار في اي حاجة يا جماعة اكتبولي في التعليقات تحت، وانا تحت امركم. طبعا انا خبرتي مش عالية اوي في العصافير، بس انا حبيت اشارك معاكم الكذا معلومة دمت، حاجات حلوة على فكرة، ومعلومات كويسة يعني ومفيدة، بتفيد أي غاوي مبتدئ على فكرة. السلام عليكم.